رازي غموض كان في السابقة في بينغردام في الكلوب، شنو صار بالضبط وكانت واضحة انت شنو كيفاش الحكاية؟ صححت كونترا عام ونص مع النادي الافريقي. تعرف النادي الافريقي ما عندوش الحق في الامتدادات من جهه العقد. كاو ما بقتش كون معناتها مش نلعب نيجردين، مش نلعب معاهم سيموا، صححت معاهم عام سيموا ونرجع من بعد النادي الافريقي في ديسمبر. السيرفيس هذايا معناتها نشكرهم برشا على قبول الوضعية هذه، يعني جاردين خاطر ماك تعرف صعيب تكون الجمعيات باش يقولوا لك جوار كتموا ومن بعد تمشي، فهمت؟ يخسروا زادة حتى في الانتدابات تخسر بلاصة، وان بليس زادة بني جاردين ما حطوني في ليست كوب دافريك، هذا مشكورين برشا على السيرفيس هذي. غازي كيفاش كانت التجربة في السعودية؟ والله باهية مش خايبة. احنا مشيت تانية عندهم تروا سي بوان، معناتها كانت الجماعية اللي مشيت لها هي نادي وحد عندهم سي بوان في الالي. مشيت تاني ومعايا كوتش سي عمار، معناتها كملنا الكلاسمون 25 ولا 26 بوان. مي المشكلة نتاعنا حتى كي نربحوا مش مربوط بينا، فهمت؟ السقوط مش مربوط بينا، معناتها النادي الادفرسير ديريكت نتاعنا كان يربحوا زاد وسقطنا، فهمت؟ معناتها كان مشينا في ظروف صعيبه الحقيقه. انا يعني مشيت في ظروف صعيبه برشا، معناتها من المستحيل. كانت بريسك طايحه على الكيب. كانت بريسك طايحه على الكيب، معناتها ريسك طايحه، معناتها حاجه مستحيله باش تمنع، فهمت؟ بون لو على جاتنا دي شونس باش كنا نقدموا اكثر في الكلاسمون، مي ما وفقنيش ربي وسقطت في الجمعية. ما جاوكش الزوف الاخرين من السعودية؟ عاش بقيت في السعودية؟ ما بقيتش في السعودية خاطر ما الحقيقة ما كانوش عروض ذاك معناتها خاصة كوتي فلوس وتتغرب على حكاية فارغة، مش حاجة اللي حبيت عليها هني، فهمت؟ ما حبيتش نمشي الحقيقة، جاوني زوج عروض وما حبيتش نمشي. كيفاش بدات الاتصالات مع الكلوب؟ كلمني سي عبد السلام بريزيدون، مشيت قابلته وحكيت معاه من اول سيف، حكينا مع بعضنا وكل وتفهمنا على كل شيء، وحكينا في النقطة هذيا نتاع 6 شهور. قال لي تحب تقعد تحب تمشي تشوف، معناتها الحقيقة أنا يعني اقترحت على الحكاية، قلت له طب شوف نحاول شكون نلقى جمعية كوا في آخر ما نقعد قاعد نبدا مواكي نجي كي نبدا كومبيتيتيف نبدا لعب خير. قال لي أوكي، معناتها حكيت مع المسؤولين بتاع بني جردين ووافقوا لي ومشكورين برشا، معناتها كيما كنت نحكي لك كاو نلقاش نقعد معاهم إن شاء الله 6 شهور ومن بعد في جانفي نرجع للنادي الإفريقي. باهي، قول قايل علاش ما رجعتش لتوالا غازي؟ والله يا صاحبي كل شيء بالكتب، فهمت؟ ما رجعتش خاطر الحقيقة ما اتصل بيا حد من نجم هذا الساحلي، ما حكى معايا حد. اون بليس عندهم بروجي آخر يحاولوا باش يطلعوا جولات صغار أخرين، كاو معناتها كل شيء بالكتب. هاو حمزة الأحمر رجع مثلا، قبلوا الشيخاوي رجع، ما ممكن اني مانيش من نعرفش خويا، والله ما نحبش ندخل. فما شكون ما يحبش غازي يرجع لتوال؟ ممكن فما هذيك اكثر حاجه قريبه، ممكن ما نعرفش كاو ما نحبش، والله ما نحبش نحكي فيه برشا الموضوع هذا. يعني خويا الحمد لله يا ربي، معناتها 10 سنين عديتهم في ريتوال، جيت من الباب الكبير، خرجت من الباب الكبير، خليت كما يقولوا واحد عرض نظيف. ما نحبش ندخل في الديتاي هذايا، ما طلبني حد، ما كلمني حد، قصدت ربي على روحي. لقيت جمعيه كبيره، اني حاجه فرحان بها اني صححت في جمعيه كبيره في النادي الافريقي، وربي كتب لي حاجه اخرى. معناتها باهي غازي، عديت مده طويله في ريتوال 10 سنين، يمكن وليت حتى ولد ريتوال،
تنجم تخليك الخطوة هذه تمشي للكلوب، معناها تعرف العلاقة بين الكلوب ويتوال، تنجم تخسر حب لحبايه متاع يتوال. اي صاحبي اللي هذيك الكورة، وقت تحب واحد محترف في التيران مش محترف في خدمته اللي مشيت منها الخبز، شنو نعمل معناتها؟ نبطل هاكي كورة اخوي، واحد هذا رزقه رزقه صغير ويخدم على روحه، وك تعرف مش بسهل باش تحب ولا تكره، أو أي جوار يتمنى يلعب في النادي الأفريقي مهما كانت الظروف بتاع النادي، ديما يقعد نادي كبير فهمت؟ واني موتيفي برشا نحب نلعب ومازلت نحب نكور ومازلت نعطي في الكوره، وكل ما موتيفي ما كلمني حد كما قلت حكيت لك، ما اتصل بيا حد، ما معناتها من نهار اللي خرجت ما فهم حتى اتصال معناتها بيا من النجم الساحلي فهمت؟ هو اني بطبيعتي والله كي خرجت نهار اللي خرجت زاد طويت الصفحه نتاع النجم الساحلي، هو خرجت خويا على العناق من الباب الكبير ما عادش سيء، ممكن حتى ممكن الرجوع تولي تمسات تولي فهمت، خلي هكا هكا مشيت خير فهمت. شنو تقول غازي الجمهور الاتوال؟ الجمهور الاتوال يعرفوني يعني والله شو نقول لهم، هما يعرفوني يعني معناتها لعبت ما جميع نهار بخلت حاجه بنفس مش بعرق في الاتوال، ما يعرفوني نلعب قلب قلبي، يعرفوني غرت برشا على الاتوال، يعرفوني عطيت برشا على الاتوال، 10 سنين تعدوا شفنا فيهم البيع شفنا فيهم الخايب، مي في 10 سنين هذوكم لا نهار يعني دخلت على الاتوال، لا نهار كيما نقولوا احنا غريت بالاتوال، لا نهار الحمد لله معناتها انا عندي عطيته، وذاك تربح تخسر توفيق من عند ربي معناتها. باش تقول جمهور الكلوب؟ ان شاء الله في يكون في هاد عطى الناس عطاو فيه ثقة، وهاد ان شاء الله يكون في يكون ما في مستوى الثقة هذيا اللي عطاوها لي المسؤولين سيرتو سي عبد السلام، هو الحقيقة يعني ما زدت ما عرفت حتى مسؤول معناتها نحكي مع سي عبد السلام، ان شاء الله يكون مستوى الثقة اللي عطاها لي مستوى ثقة الجمهور، تعرف الكليب تو ظروف صعيبة شوية، مي بقدرة ربي إن شاء الله سنة وإن شاء الله نوصلوا نعملوا حاجة باهية، أنا نوعدها إن شاء الله خويا نكون قلت لك في حسن الظن الثقة وكهو، إن شاء الله ربي معايا.